السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناتي نفيد ونستفيد، محمود وادي دائما يحييكم من جديد، وحلقة جديدة من حلقات القناة التي نفترض وننفرد بها دائما حصريا. طبعا قبل كل شيء الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام دائما على رسولنا محمد خير الهدي وخير المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اليوم يا إخواني أطرح لكم حلقة اليوم بإذن الله بناء على طلب أخي المشترك بندر العنزي من دولة السعودية، وهو عن النباتات التي أو النباتات المسلوقة أو المطبوخة التي ممكن نقدمها لطيور البيت. هاي نتحدث عن النبات المطبوخ أو المسلوق الذي من خلال هذه الوجبة تناسب طائر البيت، أو ما هو النبات المناسب سلقه أو طبخه لطيور البيت. فأنا الأعزاء طبيعي كما تعلمون بأن طيور البيت دائما تميز النباتات، منها كما تحدثنا في الفيديوهات السابقة عن الجرجير، الخس، الخيار إلى آخره. اليوم يا أخي سأطرح عليكم أو يا إخوان المرابين سأطرح عليكم وجبة تقدم لطيور البيت، وهي من الخضار أو من النباتات التي نقوم بطبخها لهذه الطيور، هي لا تقدم مباشرة ولكن نقوم بطبخها. كما تعلمون يا إخواني جميعكم يعلم شيء يسمى السلق أو السبانخ، كما تعلمون وجبة السبانخ. أنتم تعلمون أن السبانخ يعد نبات أو خضرة أو نباتات، هي تزرع وتقطف في جميع الدول. وهو السبانخ طريقة طبخه كما تعلمونه جميعكم يعلمه، تقوم بطبخ هذه الوجبة، هو دائما مفيد ويوجد به فيتامينات خصوصا الحديد، يعني فيتامين الحديد بالدرجة الأولى يوجد في نبات السبانخ، هو يقدم دائما لهذه الطيور كما يقدم للإنسان. ولكن يا إخواني دائما نبه من يقوم بطبخها سواء نسائكم أو أنتم شخصيا أن لا تزيد نسبة الملوحة أو لا تضع ملح وبهارات كثيرة، يعني هذه سبحان الله تعد الطريقة بنفس طريقة طبخها للإنسان، ولكن بمقدار أن نراعي مسألة البهارات والملح، أن يكون شيء من الملح خفيف دون بهارات، يعني يوضع الملح ولكن خفيف جدا ولكن دون البهارات، لا توضع بهذه الطبخة البهارات. تجهز طبق السبانخ كما تعلمونه جميعكم، هو الذي يقدم للإنسان والذي يحتوي على عناصر الفيتامينات، وأهم شيء الحديد، هو مقوي لفيتامين الحديد، يوجد به فيتامين الحديد المقوي بالدرجة الأولى لهذه الطيور. وعلى فكرة يقدم كالآتي، تقوم أولا بطبخه كما قلت لكم، ومن ثم تتركه يبرد، ولكن كما حذرت احذر أن يكون هناك بهار، لا تضع أي نوع بهارات عليه، بس فقط شوية ملح صغيرة، وتقوم بتجهيزه، بعدها تتركه يبرد، ومن ثم يا أخي تصفيه من الماء وتخرج النبات السبانخ بعد أن يكون قد طهي، تتركه يبرد ثم تقدمه بطبق لطيورك ولو في كل شهر مرة أو في كل أسبوعين مرة. هو وجبة مفضلة تطبخ، يعد يمتلك عفوا عنصر من عناصر الفيتامينات وخصوصا الحديد المقوي، يعني كان هذه حلقة مميزة فردنا بها بناء على طلب أخينا بندر العنزي، ولكن نحن بصدد هذا الموضوع نطرح لإفادة جميع المربين خصوصا الجدد، وهو تنويع بإذن الله وتميز عن الغير. هذه الطريقة يعني أنا استخدمتها وأنصحكم بها، طريقة إعداد طبق السبانخ أو النبات المسلوق لطيور الباجي، وهذه يا إخواني على فكرة من أهم الوجبات التي أفضل كل شهر طرحها أو كل أسبوعين طرحها حسب توفر السبانخ في مكان الدولة التي تعيش بها كمربي. في النهاية دائما من لديه سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع غيره كمان من المواضيع، أنتظر كل التعليقات بإذن الله أسفل الفيديو، ولا تنسوا دائما متابعتنا عبر رابط صفحتنا عبر الفيسبوك، وأيضا كل يوم ساعة معكم مباشر عبر الواتساب محمود وادي، الرقم موجود في صندوق الوصف أسفل كل فيديو وأيضا في غلاف الصفحة للتواصل بشكل مباشر والإجابة عن جميع الأسئلة كل يوم ساعة عبر الواتساب.
واخيرا رابطنا او رابط مدونتنا عبر الموقع الالكتروني مدونتنا فيد ونستفيد. تحياتي دائما لكم ودائما انتظركم في اي سؤال استفسار باذن الله. في النهاية لا يسعنا الا ان اقول لكم وفقكم الله الذي يوفق الجميع باذن الله. وتحياتي لكم اينما تكونوا واينما توجدوا، وانتم اهلا لهذه القناة وانا منكم. اخوكم دائما ومحبكم محمود وادي، قناة نفيد ونستفيد، دولة فلسطين.